بامتحانات اللغة الألمانية لكل قسم من الامتحان مثلاً هيرن، ليزن، شرايبن وما إلى ذلك، كل قسم له وقت محدد، وهذا الوقت المحدد مخصص للكل، ما في نوع أي شخص يأخذ وقت أكثر من الثاني ولا وقت أقل من الثاني. لذلك في عندهم بالامتحان، رح أحط لكم صورة الستوب شيلد هون، شيء اسمه ستوب شيلد. هاي الستوب شيلد إنه إشارة توقف، لازم أنت توقف متى ما شفت هاي الإشارة وما فيك تكمل. يعني كمثال أنت عم تعمل الليزن، خلصت الليزن أنت وبدك تكمل على الشرايبن، هون بتشوف ستوب شيلد بآخر صفحة بقسم الليزن، هون لازم توقف وتستنى. يعني أعطيك ورقة إضافية اللي هي ورقة الشرايبن، ما لها علاقة بالورقة الليزن والهيرن، هي ياخدها ويعطيك ورقة تانية وفيك تبلش بالشرايبن. يعني ما فيك أنت ترجع حتى كمان بالأوراق لورا وترجع مثلا تتأكد من إجاباتك بالهيرن أو تصحح إجابات بالهيرن، ممكن تكون كاتب شيء على المسودة وما إلى ذلك، ما بيصير هذا الشيء، لأنه وقت الهيرن مخصص بينتهي، ما فيك ترجع على الأوراق تبع الهيرن، بتبلش بالليزن. وقت الليزن متى ما انتهى ما فيك كمان ترجع على الأوراق تبع الهيرن وترجع تعمل فيها تسقط بلتر. كمان نفس الشيء بوقت الشرايبن، وقت الشرايبن انت فيك تفتح بس على صفحة الشرايبن اللي هي بيكون فيها اثنين أوفكابن، بدك تختار منها واحدة وتكتب عنهم، ما فيك ترجع لورا، ممكن تاخذ افكار، ممكن كلمة انت ما انك متذكر كتابتها بشكل صحيح، فلذلك ما فيك انت ترجع لورا، لانه هذا الشيء يعتبر عندهم خرق للقانون، واللي بيرجع لورا بيعطي البروفا تنبيه الثاني للاسف رح يصير اوسكشلوسن فون در بروفون، يعني انه هو بيطلع من الامتحان، حتى الامتحان الشفهي ما عاد فيه يقدمه. لذلك كل قسم له وقت، وكل قسم له وقت محدد لسبب، السبب هو انه الكل عندهم نفس الشانس، عندهم نفس الفرصه، وعندهم نفس الوقت المحدد اللي ما فيه كل واحد ياخذ اقل او اكثر من الشخص الثاني. سلام.